السلام عليكم أعزائي المشاهدين. أجواء حارة ورياح جنوبية شرقية إلى متغلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدل السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة. وأيضا أعزائي المشاهدين، نتوقع أجواء شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة وجافة، ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة في الأيام المقبلة متفاوتة ما بين 44 إلى 49 درجة مئوية، وقد تصل إلى 50 درجة مئوية في بعض المناطق. تعرف على تفاصيل أكثر التصل الحالي في مدينة الكويت. أجواء صافية والرياح شرقية سرعتها 10 كيلومتر في الساعة، درجة الحرارة الحالية 42 درجة مئوية، رطوبة النسبية 24%، بالنسبة للرؤية الأفقية جيدة تزيد عن 12 كيلو. صورة الأقمار الصناعية توضح السماء صافية وخالية من السحب، وأيضا تتأثر دولة الكويت بامتداد المنخفض الهند الموسمي اللي مأثر علينا، ومتوقع تعمق هذا المنخفض خلال الأيام القليلة القادمة وفرصة للغبار يومي السبت والأحد، ونشاط في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 50 كيلومتر في الساعة. ليلة تصماء للحرارة والرياح جنوبية شرقية إلى متغلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدل السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة المتوقعة في منتصف هذه الليلة خاصة المناطق الساحلية متفاوتة ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية. بالنسبة للمناطق الغربية من البلاد السالم الشقاية قد تصل إلى 33 درجة مئوية. في مساء الغد طقس شديد الحرارة، وأيضا تحول الرياح إلى الشمالية غربية خفيفة إلى معتدل السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة. ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة في مساء الغد مدينة الكويت قد تصل إلى 48 درجة مئوية. بالنسبة لجزرنا الشمالية وأربع بوبيان وفيلتشا متفاوتة ما بين 37 إلى 47 درجة مئوية. حالة البحر إن شاء الله خلال 24 ساعة القادمة خفيف إلى معتدل الموج، وارتفاع الموج من 1 إلى 4 أقدام. مواقيت بإذن الله على حسب توقيت المحلي مدينة الكويت: موعد أذان الفجر في الساعة 3:18، موعد شروق الشمس الساعة 4:52، بالنسبة لغروب الشمس الساعة 6:51. الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة إن شاء الله: اليوم الغد طقس شديد الحرارة نهارا، ولكن راح يكون حار إلى مائل للحرارة ليلا، مع تحول الرياح إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدل السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة. ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 48 درجة مئوية، بالنسبة للصغرى 28 درجة مئوية. يومي السبت والأحد طقس شديد الحرارة وأيضا مغبر، مع نشاط في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 50 كيلومتر في الساعة، مثيرة للغبار على بعض المناطق. وأيضا ننوه مرتادي الطرق السريعة أنهم يديرون بالهم أثناء القيادة وتأجيل أي نشاط بحري يومي السبت والأحد. ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة 49 درجة مئوية، بالنسبة للصغرى متفاوتة ما بين 31 إلى 33 درجة مئوية. يوم الاثنين أجواء شديدة الحرارة وجافة، وأيضا استمرار للرياح الشمالية الغربية راح تكون خفيفة إلى معتدل السرعة، متفاوت سرعتها ما بين 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة. ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة قد تصل إلى 50 درجة مئوية نهارا، بالنسبة ليلا راح تصل إلى 33 درجة مئوية. يوم الثلاثة اعتدال في الرياح الشمالية الغربية راح تكون خفيفة إلى معتدل السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة. أعزائي المشاهدين، أجواء شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة وأيضا جافة بفعل تعمق المنخفض الهند الموسمي. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي نشرتنا الجوية. شكرا على حسن المتابعة، والآن مع درجات الحرارة حول عاصمة العالم.